من يتبرأ يقرأ أمتنا علينا تقرب عبد الله. طيب الحين عبد الله مطلقة أي نعم الثالث أي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفعل الخيرات، وأسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. كنا قد توقفنا في الدرس السابق في شرح الوصية الصغرى لابن تيمية رحمة الله تعالى عليه عند الثالث الأعمال الصالحة المكفرة، وشيخ الإسلام ابن تيمية هنا يتكلم عن الذنوب التي يزول موجبها بأشياء، يعني أن هناك مكفرات لهذه الذنوب. وتقدم في الدرس السابق أنه ذكر أربعة أمور، وأن أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في غير هذا الموضع ذكر عشرة أمور هي مكفرات للذنوب. شيخ الإسلام ابن تيمية هنا ذكر التوبة هذا أولا، وتكلمنا عنه في الدرس السابق، ثم الاستغفار وتكلمنا عنه في الدرس السابق وذكرنا الفرق بين التوبة والاستغفار، ثم الأعمال المكفرة، ثم بعدها بصفحات سيذكر المصائب المكفرة. هذه أربعة أمور، والأعمال المكفرة إما أن تكون مقيدة وإما أن تكون مطلقة. وهو تكلم عن مر بنا في الدرس السابق عن كلامه عن الكفارات المقيدة مثل كفارة الظهار وكفارة المجامع في نهار رمضان وكفارة قتل الخطأ وكفارة قتل الصيد للمحرم وغيرها من الكفارات التي جاءت في النصوص. الآن هو سيتحدث عن النوع الثاني من الكفارات وهي الكفارات المطلقة. نعم. نعم. هو يقول أن الكفارة المطلقة الأعمال الصالحة عموما. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مرة كان في مجلس وقال لأصحابه كما جاء في الصحيح: أيكم يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ يقول حذيفة رضي الله عنه وهو راوي الحديث يقول: فأرم القوم، يعني سكتوا. فقلت أنا. قال: لله أبوك، ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في ماله وأهله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فقال عمر رضي الله عنه: ليس هذا أريد، ولكني أريد الفتنة التي تموج موج البحر. ثم قال حذيفة: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء. الحديث وهو مشهور، لكن الذي يهمنا هو مطلع هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن فتنة الولد، فتنة الأهل، فتنة المال، إنما أموالكم وأولادكم ماذا؟ فتنة، كما قال الله جل وعلا، فهي من الفتن التي ربما تصد الإنسان عن كثير من الطاعات. طيب، هذه الفتن تحتاج إلى مكفرات،
سائر أعمالك، أنت اليوم صليت، اليوم قلت الأذكار، اليوم دعوت الله جل وعلا، اليوم جئت بعبادات كثيرة، فهذه العبادات هي كفارات لمثل هذه الأمور، لكنها هي كفارات مطلقة، يعني ليست مثلا مثل كفارة المجامع في نهار رمضان، فإن هناك كفارة مقيدة محددة جاءت في حديث أبي هريرة المتفق عليه، حينما دخل عليه رجل وقال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، ذكر له العتق، ثم ذكر له صيام شهرين متتابعين، ثم ذكر له طعام 60 مسكينة. هذا القدر وهذا القيد وهذا التحديد إنما هو كفارة لذنب محدد، هذه كفارات مقيدة تقدمت معنا في الدرس السابق، مثل المحرم حينما يحلق رأسه فإن عليه الفدية، وهكذا تقول في سائر الكفارات المقيدة. هناك كفارات مطلقة، هذه الصلوات وهذه العبادات التي جئت بها إنما تكفر كثير من الذنوب التي ربما يقترفها الإنسان، أو ربما يقصر في حق الله جل وعلا حينما يلهو بالأولاد والأهل ونحو ذلك. وهذا ليس فقط في الصيام والصدقة، وإنما أيضا من المعروف والنهي عن المنكر، وذكر شيخ الإسلام جملة من العبادات التي هي مكفرات مطلقة، مثلها قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم. طيب يا رسول الله أي عمل يكفرنا؟ هذه كفرات مطلقة تكفر ما بينها، ما اجتنبت الكبائر، وهو الذي ذكره الشيخ الإسلام تيمية الحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر العاص أما علمت أن الحج يهدو ما كان قبله، إذن هو أيضا كفارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، إذن كفرت الذنوب. طيب أي ذنب؟ هذه من الكفارات المطلقة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال وسائر الأعمال التي يقال فيها من قال كذا وعمل كذا غفر له أو غفر الله له ما تقدم من ذنبه، غفر له أو غفر له ما تقدم من ذنبه، وهي أعمال كثيرة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عثمان بن عفان المتفق عليه، من توضأ حينما وصف لهم وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتوضأ لهم بتطبيق فعلي كيف كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، قال عثمان ناقلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن رحمة الله جل وعلا أنه ما قال مثله بالضبط، قال نحو، لأن الإنسان أن يأتي بدقة ويتعبد بدقة في هذه العبادة ويأتي بها على أكمل وجه ربما يكون هذا شاقع على كثير من الناس، لكن حينما يأتي بالواجبات والسنن فإن الناس يقولون نستطيع لهذا بإذن الله تعالى، فإنه ينال هذا الفضل المترتب. من ذلك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذه مكفرات مطلقة، هذه مكفرات مطلقة. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله بحمده 100 مرة كفر عنه مثلا كبيرة الغيبة أو كبيرة الكذب، لا، وإنما ذكر سائر الذنوب. وعند أهل العلم خلاف هل مثل هذه الحديث تكفر الصغائر فقط أو الصغائر والكبائر، والجمهور على أنها مكفرات للصغائر دون الكبائر، وفضل الله جل وعلا واسع. نعم. ثم لحظة، ثم قال بعد ذلك قال وهي كثيرة لمن تلقاها من السنن، يعني كثيرة المكفرات المطلقة، خصوصا ما صنف في فضائل الأعمال. هناك مصنفات كثيرة في فضائل الأعمال، لا سيما من مصنفات المتقدمين، هناك كتاب اسمه فضائل الأعمال للحافظ الضياء المقدسي، حافظ الضياء المقدسي، وهناك الترغيب والترهيب للمنذري، هناك فضائل الأعمال للحافظ الضياء المقدسي، وهناك الترغيب والترهيب للمنذري، وهناك أيضا الترغيب في فضائل الأعمال والثواب، ترغيب في فضائل الأعمال والثواب، هذا لابن شاهين، وغيرها من كتب أهل العلم المشهورة.
والتي ذكرتها هنا هي من كتب المتقدمين، هي من كتب المتقدمين. نعم. يعني العناية بما تقدم من الكلام عن تقوى الله جل وعلا ومعرفة مكفرات الذنوب. أنتم لا بد أن تتأملوا أن شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الوصية إنما استفتحها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة. وذكر أيضا وصية الله جل وعلا للأنبياء وللأمم بتقوى الله جل وعلا، فهو يقول: اعلم أن العناية بالحديث عن التقوى وما يحقق التقوى وكذلك الحديث عن مكفرات الذنوب مهم للغاية. قال: اتق الله حيثما كنت، هذا في التقوى، وأتبع السيئات الحسنة، هذا في مكفرات الذنوب. هو يقول أن العناية بهذا الشأن مهم للغاية، لأن كل إنسان لابد أن يتأمل مثل هذه الأمور، ما يحقق التقوى في قلبه. الإنسان قد تتحقق له التقوى في مواضع دون مواضع، قد يكون الإنسان في غفلة وله ثم بعد ذلك يقترف كثير من الذنوب والمعاصي، وقد يكون في مواضع من أرق الناس قلبا وأقربهم إلى الله جل وعلا وأشدهم اتعابا، فتكون التقوى في قلبه تبلغ مبلغا عظيما. أنت حينما تعتني في هذا الجانب وتفكر فيه دوما وأبدا وتعلم أنه وصية الله جل وعلا للأمم بأنبيائها، تعلم أن هذا الشأن شأن عظيم. وكذا حينما تعلم أن من فطرة الإنسان أنه لا بد وأن يقع في الخطأ، هذا يترتب عليه ماذا؟ أن تهتم أيضا بشأن مكفرات الذنوب. نعم. يقول في هذه الأزمنة، يقول في هذه الأزمنة لا سيما في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات، يقصد بها الأزمان التي تضعف فيها السنة ويقل فيها العلم ويظهر فيها الجهل والبدعة، فإن الإنسان بحاجة إلى أن يعتني بهذا المبدأ العظيم، لأنه قد يقع الإنسان في التشبه من وجوه، بأن كان يتشبه بأهل الجاهلية ونحوها، وهذا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى بعض المنتسبين للعلم وللدين قد يقع في مثل هذا. ألسنا نرى اليوم عبر القنوات وغيرها من يخرج لنا بشبهة من الشبهات وهو محسوب على أهل العلم؟ ألسنا نرى اليوم من هو أيضا محسوب على أهل العلم، من يظهر لنا بتساهل في جانب من جوانب الشهوات؟ هذا يظهر وهذا موجود، وهذا معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية هنا: قد يتشبه الإنسان بأهل الجاهلية، وقد يتشبه الإنسان باليهود، وقد يتشبه الإنسان بالنصارى. أهل الجاهلية كان عندهم عادات يفعلونها، وأهل زماننا اليوم نرى من عامة الناس وغيرهم من ربما يتشبه بأهل الجاهلية، كالفخر في الأنساب والأحساب والطعن في الأنساب أيضا، وكشق الجيوب ولطم الخدود والنياحة على الميت ونحو ذلك من الأمور التي كانت عند أهل الجاهلية، هذه موجودة. أيضا مما قد يتشبه الإنسان باليهود والنصارى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي هذا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. معلوم أن اليهود عندهم علم لكنهم ماذا؟ لكنهم يتبعون الشبهات ولا يعملون بهذا العلم، وأما النصارى فهم ضلال، فهم يتعبدون على ضلالة، وكان فيهم من تتبع الشهوات شيء عظيم. فشيخ الإسلام ابن تيمية هنا حينما، وقلت لكم في الدرس السابق أن من عادته أن يستطرد في استطرادات مهمة جدا هي متعلقة في هذا الموضوع، وفي نفس الوقت هي وصية مهمة لكل إنسان،
أن يتنبه من قضية ماذا؟ التشبه بهؤلاء، سواء كان من أهل الجاهلية أو اليهود أو النصارى أو سائر الطوائف الضالة المضلة أو أهل البدع وغيرهم ممن ينتسبون لأهل الإسلام. شيخ الإسلام تيمية عاش في زمان كثرت فيه الأهواء وكثر فيه أهل البدع، كثر فيه أهل الكلام المتكلمون، وكثر فيه الصوفية وغيرهم ممن سيقصدهم أيضا في بعض الحديث كما سيأتي. لكن هو لماذا بعدما ذكر هذه المكفرات ذكر هذا الأمر، وهو قضية لا بد من العناية، أشد العناية بمعرفة جانب التقوى والتأمل فيه وتحقيقه، ثم أيضا النظر في مكفرات الذنوب وغيرها. هو يريد أن يأخذ بذهن القارئ والسامع إلى أن يهتم بهذه القضية حتى لا يشابه أهل الفرق الضالة وغيره. فبدأ بأهل الجاهلية وقال خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات، وقلت لكم أزمنة الفترات أي الأزمنة التي يقل فيها العلم وينصرف الناس عن السنة ويظهر فيها الجهل وربما تكثر فيها البدع التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه. فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء، وتقدم ذكر بعض الأشياء الموجودة في واقعنا اليوم، ومن ذلك أيضا غير الطعن في الأنساب وغير النياحة وغير شق الجيوب ولطم الخدود، صور الشرك التي ربما تظهر بعدة صور، سواء كان هذا الشرك شركا أكبر أو كان شركا أصغر. قال فكيف بغير هذا؟ ثم قال مستدلا على مثل ما تقدم، قال وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه لا تتبعن سننا من كان قبلكم. سننا يقال سننا ويقال سنن بالضم والفتح للسين، فإذا فتحناها فإن الكلمة تكون حينئذ مفردة، المقصود بها ماذا؟ الطريق. سنن من كان قبلكم أي طريق من كان قبلكم، وإذا جاءت بالضم سنن فهي ليست مفردة وإنما جمع طريقة، والطريقة هي السنة، الطريقة هي السنة. قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، والمقصود بالقذة الريش الذي يكون في آخر السهم، كأنها كالسهام التي تنطلق سهما تلو سهم، السهم الثاني يكون خلف السهم الأول تماما مباشرة خلف ريش السهم الأول. فالمقصود بالقذة هي الريش الذي يكون في آخر السهم، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، أي حتى في أمور دقيقة جدا، حتى في أمور ضيقة جدا تتبعونه. سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ إذا لم يكن اليهود والنصارى إذن فمن؟ هذا قال شيخ الإسلام هذا خبر تصديقه يعني شاهده في قوله تعالى فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. الخلاق أي النصيب، أي أنكم استمتعتم بنصيبكم من ملذات الدنيا، المقصود هنا الشهوات، المقصود هنا ماذا؟ الشهوات، أي أنكم استمتعتم بالشهوات كما استمتعت الأمم السابقة المكذبة الكافرة بالشهوات. قال وخضتم كالذي خاضوا، الخوض يكون بالشبهات، الخوض يكون بماذا؟ بالشبهات، أي أنكم خضتم في تكذيب الحق وتكذيب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وما جاء به من الحق، ثم قال ولهذا شواهد في الصحاح والحسان، يعني هناك شواهد كثيرة على هذا المعنى في قضية تتبع
ما كان عليه اليهود والنصارى، قضية تشبه بأهل الجاهلية، قضية الانكفاف والبعد عن الحق وظهور البدع وترك السنة وظهور الجهل، وشواهد هذا كثيرة. ومن أراد الاستزادة في هذا الباب فعليه بقراءة كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم، اقتضاء الصراط المستقيم. ثم قال بعد ذلك: وهذا أمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة، أي أن هذا الأمر في قضية تتبع الشبهات والشهوات قد يكون حتى في أهل الدين، يعني أنهم ليس بمنأى عن هذا الأمر المحذر منه. وقلت لكم قبل قليل أنه أصبحنا نرى اليوم مثلا من منتسبين لأهل العلم من عنده شبه ويثير شبه، ونرى أيضا من يخرج من منتسبين لأهل العلم من يترخص في شهوة من الشهوات ويفتح الأمر على مصلحته، وشواهد ذلك كثيرة في الأذهان وفي كل واقع يمر بالناس. وشيخ الإسلام ابن تيمية إنما أراد أيضا أقوام كانوا على عصرهم، وهو يقول أن هذا يعني يسري في أهل الدين ومنتسبين الدين خاصة في كل زمن، لكن كان في وقت شيخ الإسلام ابن تيمية أهل الكلام من المبتدعة هؤلاء يخوضون بالشبهات، والصوفية أيضا من المبتدعة هؤلاء يخوضون بالشهوات، حتى صار الرقص والأغاني عندهم عبادة، وهؤلاء الذين يخوضون في البدع وغيرها من أهل الكلام هم منتسبين لأهل العلم، هؤلاء الصوفية وهؤلاء المتكلمون منتسبون لأهل العلم، ومع ذلك فإنهم ليس بمنأى، يقول أن أهل العلم وأهل الدين ليس بمنأى. ولذلك الإنسان دائما لا سيما في مثل هذه الأزمان يسأل الله جل وعلا الثبات. اليوم أنا نرى لا سيما في جانب الشهوات من ربما رجع على الحق كثيرا وكثيرا بسبب دسائس وخفايا وخبايا من الشهوات كان يستهين بها وضعف الإيمان، لا سيما في زماننا، وكثير الذي يشتكي هذا، والناس بين مستقل ومستكثر، من الناس من ربما إذا وقع في شهوة من الشهوات رجع وأنب نفسه، ثم بعد ذلك جاء بأتبع هذه السيئة بالحسنات الماحية والرجوع والإنابة والاستغفار وغيرها. ومنهم من ربما يستمر هذا الشيء ويكون عنده هذا الأمر هينا حتى يتراجع في كثير من العبادات والطاعات. إن كان الناس في مجتمعنا هنا يصارعون الشهوات كثيرا، فإنه في بقع أخرى من بقع أهل الإسلام يصارعون الشبهات أيضا بما يدخل عليهم أهل البدع وغيرهم، كالطواف على القبور والتقرب والذبح عندها وغير ذلك من صور الشرك، كلها بحجة ماذا؟ حجة أن هذا مشروع. لسنا نرى اليوم من يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويتوسل بالأنبياء والصالحين وغيرهم وبالأموات ونحوها، هذا كله من الشبهات والمنتشرة اليوم في واقعنا، قد لا تكون في بقعتك أنت وفي مجتمعك أنت، لكن هذا موجود، وصور الشرك كثيرة انتشرت في بعض أقطار الأمة المسلمة. فهذا الأمر قضية صراع الشهوات وصراع الشبهات موجود بشكل كبير، وربما يظهر حتى في المنتسبين لأهل الدين وأهل العلم. ولذا قال: كما قال غير واحد من السلف. ماذا قالوا بعدما قال؟ قال: وهذا أمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة، أي قد يوجد منهم هذا، كما قال غير واحد من السلف، منهم ابن عيينة، المقصود به سفيان بن عيينة، وهو إمام ثقة ثبت محدث أهل الحجاز، سكن مكة ومات فيها سنة 198 عن عمر يناهز 91 سنة. ماذا قال سفيان بن عيينة؟ له مقولة مشهورة يقول: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. لماذا؟ لأن اليهود عندهم علم لكن لا يعملون به. قال: ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى،
هذه مقولة سفيان بن عيينة التي أرادها شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول: كما قال غير واحد من السلف منهم ابن عيينة، مقولته ماذا؟ قال: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. لماذا؟ لأن النصارى يعملون لكن من دون علم، يعملون لكن من دون علم. قال شيخ الإسلام بعد ذلك، قال: فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى العلم، عندهم علم لكن عندهم شبهات، مثل أهل الكلام، هو يتكلم عن أشياء كانت في عصره وفي مجتمعه. أهل الكلام من البدع الذين يدخلون الشبهات، عندهم علم لكنهم لا يؤمنون النصوص كلها، وإنما يأخذون ما راق لهم ويلبسون الأمر على الناس. قال: وكثيرا من أحوال النصارى قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين، أي العباد، ومن أولئك الصوفية في زمانه. قال: كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس. يقول: من تأمل دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو دين الإسلام ونزله على أحوال الناس، علم منهم من يتبع الشهوات ومن يتبع الشهوات، وهذا أمر موجود في كل زمان وفي كل قطر. ثم قال بعد ذلك: وإذا كان الأمر كذلك، إذا علمت أن هناك من يزيغ في الشبهات وهناك من يزيغ في الشهوات والضلالات، إذا كان الأمر كذلك، فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وكان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس، لا بد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين، المقصود به اليهود والنصارى. وإذا قال: وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين، المغضوب عليهم من؟ اليهود، والضالون من؟ النصارى، من اليهود والنصارى، فيرى أن قد ابتلي ببعض ذلك. ثم قال بعد ذلك: فأنفع مال الخاصة والعامة. كثير يأتي في كلام أهل العلم أهل الخاصة والعامة. العامة من المقصود بهم ماذا؟ عامة الناس. والخاصة المقصود بهم من؟ أهل العلم والعبادة، أهل العلم والعبادة، المنتسبين للعلم والعبادة. وهو يتكلم عن شيء نافع للجميع. قال: فأنفع مال الخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات، أي هذه الذنوب والمعاصي والبدع والضلالات التي كانت عليها الأمم السابقة. كيف طيب؟ قال: وهو اتباع السيئات الحسنات، وهو الوارد في حديث معاذ رضي الله عنه لما قال: اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئات الحسنات. هو شيخ الإسلام يفسر هذا الحديث، كل ما تقدم هو لا زال يدور في الجملتين الأولين ثم يأتي على الجملة الثالثة، لأن يعني الحديث يتكون من ثلاث جمل: اتق الله حيث ما كنت، واتبع السيئات الحسنة، وخالق الناس بخلق حسن. وإلى الآن ما جاء إلى الجملة الثالثة. قال: والحسنات ما ندب، يعني ما حث الله إليه على لسان خاتم النبيين من الأعمال والأخلاق والصفات، ومما يزيل موجب الذنوب المصائب المكفرة. هذا رقم كم؟ هذا أربعة. تقدم ماذا؟ التوبة، استغفار، الأعمال المكفرة، ثم الآن المصائب المكفرة. الآن المصائب المكفرة، المصائب المكفرة، هل للإنسان فيها اختيار؟ ليس له اختيار، ليس له اختيار. هل الإنسان يقول: أنا أريد أن أجرح يدي من أجل أن تكون فيها المصيبة هنا، وأنا لا، هذا ما يريده الله جل وعلا، وهذا لا يجوز أصلا. فالله عز وجل نهى عن إلقاء النفس إلى التهلكة وما يؤدي إلى ذلك من الجروح والقروح وغيرها. فالمصائب هذه
السبب الرابع الموجب لإزالة الذنوب هي مما لا اختيار للعبد فيه. فقال قال وهي كل ما يؤلم من هم أو حزن أو أذى في مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك، هذا كله مما يكفر به الذنوب، وهذه لا تكون إلا للمؤمن. والله لو تأمل الإنسان بهذه النعمة لعلم عظمة الإسلام الذي هو يعيشه، ولا شك أنه لو تأمل في كل شيء لرأى فضل الله جل وعلا عليه. الدول الكافرة حينما يصاب الإنسان بهم حتى يتخلص من هذا الهم ماذا يفعل؟ ينتحر. ولذا نسب الانتحار لا تتحدث عنها في الأمم الكافرة، بينما النسب عند أهل الإسلام قليلة جدا. كل ذلك لماذا؟ لأن المؤمن عنده مبدأ عظيم من أركان الإيمان، والإيمان بماذا؟ بالقدر خيره وشره، الإيمان بالقضاء والقدر شيء عظيم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عاجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، يتقلب في خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. حتى هذه الأقدار التي تنزل بك من الهم والحزن وغيرها، حينما تدلهم بك الأمور وتتذكر أنك مأجور وأن الله عز وجل يرفع الدرجات بمثل هذا الأمر ويكفر السيئات، يتبدد كثير من الهم والحزن، ويكون هذا باعث على كثير من الصبر والجلد لهذا الأمر. يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة: ما من مرض أو وجع يصيب المؤمن إلا كان كفارة لذنوبه، حتى الشوكة يشاكها أو النكبة ينكبها. وقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من الخطايا. أعيد هذا الحديث مرة أخرى لأننا نحتاجه في واقعنا كثيرا. وانظر إلى التفصيل وهذا الكرم الرباني، تفصيل حتى ما قال لك أي أذى وانتهى الأمر، كل الأنواع الأذية التي تأتيك. يقول صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب جهد ولا وصب تعب ولا هم ولا حزن. الهم قد يكون في المستقبل لأشياء في المستقبل لم تقع، والحزن يكون في أمور قد وقعت ماضية، ولا أذى، هذا عام في كل أذى قولي أو فعلي، ولا غم وهو نوع من أنواع الهم أيضا، وقيل هو أشده، حتى الشوكة يشاكها، شيء يسير الذي ربما لا تحس به إلا بلحظته، تشاك وترفع رجلك وينتهي الأمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا كفر الله بها من خطاياه. ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياها. والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فهذه مصائب نازلة، سواء كانت في مالك أو كانت في عرضك أو كانت في جسدك، فإن الله عز وجل يكفر بها الذنوب. ثم قال شيخ الإسلام: لكن ليس هذا من فعل العبد، يعني ليس له اختيار. وذلك لا يلزم لمثل هذا قصد ونية. أنت حتى تؤجر على شيء تحتاج إلى ماذا؟ نية. لكن المصائب تنزل بلا نية، لأن أصلا هي مصائب نازلة لا تعرف بها إلا إذا نزلت، فأنت تؤجر عليها ولا تحتاج إلى نية، لأنه ليس للعبد فيها اختيار. ثم قال بعد ذلك: احتساب والصبر لا شك، وهي منازل. إذا كان قد جزع هذا قد فوت على نفسه الإيمان بالقضاء والقدر، والجزع أيضا مراتب، قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل كشق الجيوب ولطم الخدود ونحوها والنياحة. وإذا كان قد صبر فلا شك أنه لم يصبر إلا لأنه محتسب، والصبر عبادة. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم:
ما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر. وقال الله جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأعظم منه ماذا؟ الشكر. هذه منزلة أعظم، أن تشكر الله جل وعلا على هذه على هذه 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 المصيبة النازلة، تقول الحمد لله على كل حال، الحمد لله والشكر، ما عند الله خير. ثم قال بعد ذلك: فلما قضى، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، بهاتين الكلمتين، ما هما هاتان الكلمتان؟ نحن في أي حديث؟ اتق الله حيثما كنت، هذا كانوا يقول، أنا انتهيت من الكلام عن اتق الله حيثما كنت والكلام عن اتبع السيئة الحسنة. قال: فلما قضى بهاتين الكلمتين، لأن الكلمة تطلق ويراد بها الكلمة المفردة، وتطلق ويراد بها الجملة. فالكلمة الأولى اتق الله حيثما كنت، هذه جملة، والكلمة الثانية واتبع السيئة الحسنة. ولذا سمى الله جل وعلا كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهي كلمة كاملة جملة، سماها كلمة، كلمة سواء، واضح؟ فهذا قد يطلق الكلمة، يطلق بها ماذا؟ ويراد بها جملة، ويراد بها حديث مطلق، كما نقول مثلا والله أنا أريد أن ألقي كلمة عندكم، هل يريد أن يلقي كلمة مفردة واحدة؟ أو أنه سيلقي موعظة؟ سيلقي موعظة. على كل حال، في كلام أهل اللغة أن الكلمة تطلق ويراد بها الكلمة المفردة، وربما يطلق بها الجملة والحديث بأكمله. قال: فلما قضى، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، بهاتين الكلمتين، حق الله من عمل الصالح وإصلاح الفاسد، يعني فلما انتهى من حق الله جل وعلا في قوله اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة، هذا حق الله، جاء حق ماذا؟ الخلق والعباد. ماذا قال؟ وخالق الناس، أي وعامل الناس بخلق حسن. الآن هو سيتكلم عن ماذا؟ الجملة الثالثة أو الكلمة الثالثة في الحديث، وهي وخالق الناس بخلق حسن. انتهى الكلام عن التقوى، انتهى الكلام عن الأعمال المكفرة واتبع السيئة الحسنة، جاء الكلام عن الأخلاق في هذه الوصية. قال: وجماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك. لاحظ الآن هو يتكلم عن الأخلاق، ليست الأخلاق إذا سلم عليك سلمت عليه، وإذا دعاك لوليمة دعوته، وإذا قال لك كلمة طيبة قلت له كلمة طيبة، لا، هذه مكافأة، ليس الواصل بالمكافئ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه هو ماذا؟ وصلها. هذا هو الوصل الحقيقي. حينما يكون ابن عمك قد هجرك، أو عمك قد قال لك كلاما ليس بالجيد، أو خالك أو خالتك أو عمتك أو أحد من أقاربك، أو هجرك، وأن تقول لا، أنا أريد أن لا أريد أن آتيه، أريد أن أعامله بمثل، ليس هذا هو، هذا هذه قطيعة، هذه قطيعة. هو يأثم بفعله، ولكن أنت لا تكون من يأثم أيضا بفعله. أعظم الوصل أن تصل من قطعك، وأن تسلم على أيضا من قطعك، وأن تكرم أيضا من لم يكرمك، وأن تدعو لمن لم يدعو لك أيضا، وأن تستغفر وتثني على من لم يثني عليك. إذا قطع حباله لا تقطعها، هذا أعظم الوصل وأعظم الخلق. قال هنا: وجماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض. هو يتكلم عن ثلاثة طرق. الطريق الأول قال أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له. هو قطع هذه الأمور وأنت تصلها. مصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. قال: وتعطي من حرمك من التعليم. هو ربما لم ينفعك، ربما لم يعلمك، ربما حجب عنك العلم، لكن مع ذلك أنت تعلمه أو تنشر علمه،
تنشر علمه، فهذا أيضا من الوصل ومن الخلق وتمام الخلق. قال: وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، حتى لو قطع عنك المال لا تقابله مثل هذا، وإنما تعطيه أنت. وكثيرة القصص الآن تدور الدنيا ثم يرى عمه الذي حبس عنه المال سابقا بعدما أغناه الله هو المظلوم يقول أنا سأحرمه كما حرمني. لا، تمام الخلق أن تعطيه بعدما منعك. ثم قال: وتعفو عمن ظلمك في دم، أي في قصاص أو مال، وقد يكون الدم دون ذلك كعضو من الأعضاء كيد أو ربما شجة في رأس أو نحو ذلك، أو مال، كان يأخذ مالا منك ثم يخبرك بعد توبته ونحو ذلك، أو مثلا يخبرك أنه هو الذي اغتصب المال أو سرقه أو أخذه بغير وجه مشروع فتعفو عنه، أو عرض كان يغتابك أو يتكلم فيك بسوء ونحو ذلك وتعفو عنه. قال: وبعض هذا واجب، مثل صلة الأرحام هذه واجبة حتى لو قطعوك، هذه واجبة. لا تقول عمتي ما تريد أن تصلني ولا تريد أن أحدثها، لا، تلمس ما يوصل لها الأمر. بعض الناس يظن أن الوصل لا بد أن آتي بقدمي إليها، هذا جيد، هذا نوع من الوصل، من أنواع الوصل المكالمة، من أنواع الوصل الرسالة، من أنواع الوصل الإكرام، من أنواع الوصل الهدية والإطعام ونحو ذلك، من أنواع الوصل المواساة في مصائبهم النازلة ونحو ذلك، الزيارات، مشاركتهم في أفراحهم وغير ذلك. وصلة الأرحام واجبة. هو قال: وبعض هذا واجب، مثل صلة الأرحام، مثل الإحسان للوالد وغير ذلك. قال: وبعضه مستحب، مثل صلة سائر الناس والإحسان إلى سائر الناس، العفو عن من ظلمك، أنت إن أخذت حقك فهو حقك ولا بأس عليك، لكن إن عفوت فهذا مستحب وهو أعظم أجرا وهو أقرب للتقوى وما عند الله خير. ثم قال: وأما الخلق العظيم الذي وصف به محمد صلى الله عليه وسلم فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا. قال: هكذا قال مجاهد وغيره. مجاهد ابن جبر أبو الحجاج المخزومي، هذا من علماء السلف. مجاهد ابن جبر أبو الحجاج المخزومي ومهتم في التفسير، وهو من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه، وهو من الطبقة الثالثة. وليس هذا فقط قول مجاهد أن خلق النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين، وإنما أيضا قاله غير واحد من سلف، منهم ابن عباس وابن عيينة وأحمد بن حنبل وغيرهم من السلف من الصحابة والتابعين رحمهم الله جل وعلا ورضي عنه. فكلهم فسروا خلق النبي صلى الله عليه وسلم بالدين، وإنك لعلى خلق عظيم، أي لعلى دين عظيم. يقول: هكذا قال مجاهد وغيره، وهو تأويل القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، كل ما أمر به القرآن من الأوامر الواجبة والمستحبات من الأخلاق والفضائل وغيرها كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا ما نهى عنه كان خلقه صلى الله عليه وعلى وسلم. وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله، يعني فقط ليس فقط النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بهذه الأعمال، وإنما أيضا في كيفيتها أيضا هو مبادر لهذه الأعمال، بطيب نفس وانشراح صدر. ثم قال: وأما بيان أن هذا كله في وصية الله، يعني كل ما تقدم أن هذا في وصية الله جل وعلا، يعني قد يقول قائل: كيف نقول أن الأخلاق هذه تدخل في وصية الله جل وعلا في قوله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله؟ يجيب شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: لأن التقوى، قال، فهو أن اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به إيجابا واستحبابا، فكل شيء داخل
في تقوى الله جل وعلا من الفضائل من الأعمال الواجبة والمستحبة وما نهى عنه تحريما وتنزيها أي على وجه الكراهة، وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد. طيب هو يقول الآن أن التقوى هي أمر بالفضائل، نحن نستخدم التقوى أين؟ في التخويف، صح؟ إذا رأيت شخص يفعل معصية تقول يا أخي اتق الله، ولا تأتي بهذه اللفظة دائما إلا في مقام ماذا؟ التخويف، وهو استعمال صحيح ومهم وموضعه موضع عظيم، لكن تقوى الله جل وعلا يدخل فيها كل ما هو مستحب، كل ما هو أمر، كل ما هو نهي، سواء كان الأمر وجوبا أو استحبابا، وسواء كان النهي تحريما أو تنزيها. لكن لماذا يؤتى فيه مقام الخشية، مقام الخوف والتخويف من عذاب الله جل وعلا؟ لأن الإنسان يقع في التقصير في هذا الجانب كثيرا، ومنه أيضا حديث ماذا؟ معاذ رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ اتق الله حيثما كنت، ثم قال وأتبع ماذا؟ السيئة. السيئة هي مواطن تخويف أو ليس مواطن تخويف؟ تخويف. قال وأتبع السيئة الحسنة، قارن التقوى في مقام التخويف، مثل ما نستعملها الآن، ترى شخص على مصر تقول اتق الله، لكن تقوى الله جل وعلا مفهومها أوسع، ليست فقط في التي المواضع التي يؤمر فيها بالخوف من الله جل وعلا وخشية عقابه. شيخ الإسلام ابن تيمية يبرر هذا الموقف ويقول ويبرر هذا المعنى في حديث معاذ، يقول لكن لما كان تارة يعني بالتقوى خشية العذاب المقتضية للانكفاف عن المحارم جاء مفسرا في حديث معاذ، يقول لأن التقوى يؤتى بها في مواطن التخويف من عذاب الله جل وعلا جاء هذا في حديث معاذ، ولا يعني كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا يعني أن التقوى فقط إنما تطلق وتقال في الأمور المحظورة إذا وقع فيها الإنسان يخوف من عذاب الله جل وعلا، لا بل هي وصية، وصية الله جل وعلا للأمم كلها، وكان من دأب السلف رحمة الله تعالى عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أنه يوصيهم بتقوى الله جل وعلا أولا، ولازمنا إلى يومنا هذا فإنه ماذا؟ العلماء يوصون بتقوى الله جل وعلا. الخطيب حينما يبدأ في الجمعة ماذا يقول؟ يبدأ بتقوى الله جل وعلا، بالوصية بتقوى الله جل وعلا. خطبة الحاجة كذلك بمثل هذا، ولذا تجد أنها يستفتح فيها الخطب أيضا، فهي ليست في مواقع تخويف ولكن من مواضعها هذا الموضع، ولذلك جاءت مفسرة في حديث معاذ رضي الله عنه، وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي وصححه، قيل يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. قيل وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال الأجوفان، الفم والفرج. الأجوفان يعني الداخلان، الفم داخل والفرج داخل، فهما أكثر ما يدخل الناس ماذا؟ النار. إذا أطلق الإنسان لسانه بالشهوات والكلام في أعراض الناس وغيرها ربما يقول كلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار أبعد من 70 خريفا، وكذلك الفرج. وكما أن هذين الموضعين هما أكثر مما يدخل الناس النار، فإن الإنسان إذا حفظهما أدخله الله عز وجل الجنة، فقد جاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة. ما بين لحييه وما بين رجليه يقصد بها الفرج، ما بين لحييه الفم وما بين رجليه ماذا؟ الفرج، دخل الجنة. إذن من أطلقهما كان سبب في دخول النار، ومن حفظهما كان سبب في دخول الجنة. ثم قال بعد ذلك وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لا زال يأتي بحديث التقوى والخلق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق. ثم قال ومعلوم أن الإيمان كله تقوى الله، وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمله هذا الموضع، فإنها الدين كله. يقول إذا أردت أن أتكلم عن تفاصيل التقوى وفروعها وما يدخل تحتها فإنه لا يحتمل ذلك في هذه الوصية الصغرى
ولكن يكفي أنك تعلم أن التقوى هي الدين كله، هي الدين كله. ثم قال: لكن ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد لربه. وهذا قال ينبوع، والينبوع هو الذي ينبع منه الماء، هو المكان الضيق. أنت حينما ترى تأتي إلى بقعة وترى ماء كثير جدا، تقول من أين أتى هذا الماء؟ تتتبعه وتمشي وتمشي حتى ترى أن مخرجه ماذا؟ ضيق. يقول لك هو ينبوع هذه التقوى ماذا؟ الإخلاص لله جل وعلا، أن تخلص لله جل وعلا. والإخلاص هو تصفية العمل من كل شائبة تشوبه، على أن يكون الباعث على هذا العمل ماذا؟ ابتغاء وجه الله جل وعلا. ولذا تعظم الأعمال بعظم الإخلاص. قد يكون العمل صغير لكن تكبره ماذا؟ النية، كما قال السلف: وكم من عمل صغير تكبره النية، وكم من عمل كبير تصغره النية. أقرب مثال لهذا إيش؟ الرجل الذي وضعت سجلات ذنوبه في كفه وليس عنده من الأعمال شيء، لكن قيل له: عندك من العمل شيء؟ قال: لا. قالوا: بلى. وتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، وتوضع في الكفة الأخرى فتطيش السجلات. شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام بديع في عن هذا الحديث، يقول يعني أن كلمة لا إله إلا الله يستطيعها أي إنسان يقولها، لكن كبر هذا العمل ماذا؟ النية. مثل الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب في الجنة بسبب ماذا؟ أن غصن أزاله كان في طريق الناس يؤذي الناس. مثل المرأة البغي التي سقت كلبا يلهث ويأكل الثرى من العطش فغفر الله عز وجل لها وتجاوز عنها. سقاية كلب أمر يسير جدا، لكن لأن النية عملت ما عملت هنا فكبرت العمل. والعكس بالعكس، قد يكون الأمر عمل عظيم عند الناس لكن تصغره النية. وأقرب مثال لهذا: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، عالم عند الناس الشيخ فلان وفلان، عند الناس العالم الفقيه فقيه زمان صاحب المؤلفات وصاحب الكتب وصاحب وغيره، عند الناس المفتي العلامة الفهامة إلى غير ذلك من الألقاب. كل يجله وكل يتمنى مثل عمله، لكن خباياه وأموره ونيته صغرت هذا الذي يعظمه الناس. أول من تسعر بهم النار ثلاثة، عالم. قيل له: ماذا عمل؟ قال: يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته. قال له: كذبت. ما قيل له ما عملت؟ وعمل صح في الدنيا عمل. يقال له: كذبت، ولكنك تعلمت العلم. يقال: هو عالم. فقد قيل: ثم يسحب على وجهه فيلقى في نار جهنم. مثله القارئ: ماذا فعلت؟ قال: يا ربي قرأت فيك القرآن وأقرأته، صاحب قراءات وصاحب صوت جميل وصاحب حفظ متقن إلى غير ذلك من الألقاب التي يسبقها عليه أهل زمانه. فيقال: كذبت. ما قيل له أنك ما قرأت؟ لا، قرأت وصوتك جميل، عندك قراءات أو عندك تجويد أو عندك سند أو إلى غير ذلك، ما يقال له كذبت، هذا هو عمل. ولكنك فعلت ذلك ويقال هو قارئ. فقد قيل: ثم يسحب على وجهه فيلقى في نار جهنم. أول من تسعر بهم النار، ما في أحد يسبقه، أول الناس. تصور الآخر مجاهد ما أشجعه، ترك أهله وماله وكل شيء وذهب في ميادين المعركة حتى قتل. ماذا فعلت؟ قال: يا ربي قاتلت فيك حتى قتلت. يقال له: كذبت، ولكنك قتلت. يقال: هو جريء يعني شجاع. فقد قيل: حتى أنت قاتلت حتى تمدح في وسائل الإعلام وغيرها. فقد قيل: ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار جهنم. الثالث: ماذا فعلت؟ قال: يا ربي أنفق ما من وجه من وجوه الخير تحب أن أنفق فيه إلا أنفقت. عنده أموال عظيمة، وكان يرى عند الناس أن هذا الرجل ما شاء الله عليه، سخر أمواله كلها في طاعة الله، كلها في مشاريع الخير. فيقال له: كذبت، وإنما فعلت ذلك ليقال هو جواد يعني كريم،
فقد قيل ثم يسحب على وجهه فيطلع من الجنة. ما الفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية في هذه الأحاديث؟ النية فقط. وهذا معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ينبوع هذا الأمر ماذا؟ الإخلاص لله جل وعلا. النية والنفس تتقلب، كيف أنا أستعين الله جل وعلا على مثل هذا الأمر؟ كيف أنا أخلص لله جل وعلا وأحقق هذا الأمر؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة، لا بد من الاستعانة. أعظم آية أو من أعظم الآيات التي عليها مدار هذا الكتاب العزيز كتاب الله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. أليست الاستعانة عبادة؟ ها؟ استعانة عبادة؟ بلى، الاستعانة عبادة. ولماذا جاء بها؟ لأنها أعظم معين على هذه العبادة. بعض طلبة العلم يضع له جدول يحفظ كذا وكذا ويقرأ كذا وكذا ونحو ذلك، ثم هو آخر ما يفكر فيه أن يستعين بالله جل وعلا أو أن يدعو الله جل وعلا في أن يعينه على هذا الأمر. بعض طلبة العلم يريد أن مثلا يختم القرآن أو يقرأ أو تأتي له المواسم العظيمة التي يتمنى أن يكون من أعبد الناس فيها، يأتي رمضان ويريد أن يستغل رمضان ويدعو الله عز وجل يبلغه رمضان، لا سيما إذا اقترب رمضان يشتاق ويريد أن يجتهد في هذا الشهر. وقل مثل هذا في سائر الأزمان الفاضلة، عشر ذي الحجة وغيرها من الأزمان، يشتاق ويريد أن يعمل، وآخر شيء يفكر فيه أن يستعين بالله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: والله إني لا أحبك، والله إني لا أحبك، والله إني لا أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم ماذا أعني، أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أنت تكرر هذا الذكر 5 مرات في بعد كل فرض، لكن لا نفقه حقيقة، لا نفقه هذا الأمر ولا نأتي به في دعائنا كثير. والله هذا الأمر موجود عندنا جميعا، كثير ما نفتقد قضية الاستعانة بالله جل وعلا. يا ربي أعني على قيام الليل، يا ربي أعني على قراءة هذا الكتاب، يا ربي أعني على هذا الدرس، يا ربي أعني على حفظ هذا المتن، يا ربي أعني في درس الذي سألقيه، في كلمة التي سألقيها، في دورة العلمية التي سألقيها، في طلبي للعلم، في نشري للعلم. كل هذه أمور مهمة للغاية لكننا نفتقدها. حتى في العبادة على سبيل المثال، تريد أن تقوم الليل وأنت ما تدعو الله جل وعلا، تريد أن تتصدق وأن يكون عندك مال وعندك خير. من منا إذا على سبيل المثال نزل راتبه في آخر الشهر يقول يا ربي أعني على أن أطيعك في هذا المال، ثم انظر كيف يأتي هذا المال. لكن نفتقد مثل هذا الأمر حتى يصير الإنسان شعير في الصدقة وشعير في أمور كثيرة. بسبب ماذا؟ أن نفسه التي تصارعها لم يدعو الله جل وعلا في أن يعان عليها، وإنما صار مستجيبا لهذه النفس. هذا المبدأ، هذا الأمر العظيم يحتاج إلى انتباه، يحتاج إلى تأمل عظيم للغاية. قضية الاستعانة قضية جاءت في نصوص كثيرة، وذلك قال هنا مستشهدا شيخ الإسلام ابن تيمية، قال كما في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي قوله فاعبده وتوكل عليه. أنا أيضا استعن بالله جل وعلا، توكل على الله عز وجل، لا تقول أن أريد أن أعبدك وأنت الأمر، لا، توكل على الله عز وجل في هذا الأمر حتى في عبادتك. وفي قوله عليه توكلت وإليه أنيب، الإنابة عبادة، وأنا أتوكل على الله عز وجل في تحقيق هذه الإنابة بأن أستعين به جل وعلا. وفي قوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، يستعين الله جل وعلا في طلب هذا الرزق والعبادة وشكره جل وعلا. كيف يحقق هذا الأمر؟ قال بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا بهم أو عملا لأجلهم، ويجعل همته ربه تعالى، وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب من فاقة أي نازلة، وحاجة أي حاجة يريدها، فاقة أمر قد نزل وانتهى، مصيبة قد نزلت، حاجة شيء دون الضرورة، ومخافة يعني في المستقبل
يخاف من شيء، سيقدم على أمر، على شيء ما. كل هذا يستعين، يبدأ بمن؟ بالله جل وعلا وغير ذلك. والعمل له بكل محبوب، ومن أحكم ومن أحكم هذا فلا يمكن أن يوصف ما يعقبه ذلك. يعني من حقق هذا لا تسأل بعد ذلك ما الثمرات التي ستحصل عليها، ما يمكن يوصف. يقولك شيخ الإسلام ما يمكن أصف لك إذا حققت الاستعانة بالله جل وعلا والاعتماد عليه. الثمرات التي تحصل عليها لا يمكن أن تحصل، ولا يمكن أن يتأملها متأمل، ولا يمكن أن يوصف مثل هذا الأمر. ثم قال: وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض، هذا بإذن الله تعالى سنأخذه في الدرس القادم، لأنه باب بقي 3 دقائق تقريبا على الأذان، وإن كان هناك سؤال أو استفسار فلا حرج قبل أن ندخل في مثل هذا الأمر. شيخ، نعم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أول ما تسعى منه النار العالم والقارع والمجاهد، نعم، كيف يجمع بين أن يعني القارع أو العالم إذا أثني عليه أن الناس ربما يدخل شيء من ذلك في قلبه؟ حسنت. يقول: كيف نجمع بين أول من تسعى بهم النار 3، وأن هؤلاء ابتغوا مديح الناس، وبين أن الإنسان قد يعمل لله عز وجل ومع ذلك يرى مدح الناس عليهم؟ نفرق بين صورتين في العمل. أولا، إذا كان قبل أن تأتي للعمل إنما أردت مديح الناس، فأنت من تسعر بهم النار، فهذا يدخل من باب ماذا؟ أول من تسعر بهم النار 3. أما إذا ابتغيت بهذا العمل وجه الله جل وعلا ثم أورثك ذلك بعد ذلك ثناء الناس، فهذه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا من عاجل بشرى المؤمن. الفرق بين الاثنين أن الذين ذكر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار إنما أتوا لهذا الأمر من أجل ما عند الناس من الثناء والمدح وغيره. أما الثاني هو إنما عمل هذا العمل لأجل الله جل وعلا ثم الناس أثنوا عليه، هذا من عاجل بشرى المؤمن ولا يدل على أنه ليس مخلصا. أما الذين تسعر بهم النار فإنهم قصدوا بذلك أولا ثناء الناس ومدحهم. نعم. أحسن الله إليك. في ثلاث الكفر والخط معهم متصدق. نعم. يقول في الحديث ذكرت أنهم 3 وأنت ذكرت 4، لأنه قال أول من تسعر بهم النار 3، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا عالم وقارئ ومتصدق ومجاهد. العالم والقارئ بابهما واحد، لأنه جاء في بعض الروايات أو قارئ، بعض الروايات ليس موجود فيها القارئ ووجد فيها العالم، وهذا العالم والقارئ بابهما واحد، لأنه أشرف العلوم ماذا؟ كتاب الله جل وعلا والعلم به. بالنسبة لموضوع الهام والغم في الإنسان، كيف؟ يقول قد يصيب الإنسان هم وحزن مما ينزل من أقدار الله جل وعلا. كيف نجمع بين أنه يعني قد لا يستطيع دفع هذا الحزن وهذا الهم وأنه يؤمن بقضاء الله وقدره؟ نقول وجود الهم وجود الحزن هذا لا ينافي الإمام القضاء والقدر، وهذا أدلته كثيرة. قال الله جل وعلا عن رسوله صلى الله عليه وسلم: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، أدري أن هذا يصيبك من الحزن فيه، ومع ذلك هو أكمل الناس إيمانا بالقضاء والقدر. وحينما أرسلت له ابنته صلى الله عليه وسلم أن ابنا لها في الموت ونفسه تتقعقع، وحينما حمله النبي صلى الله عليه وسلم بكى النبي صلى الله عليه وسلم وحزن، وذكر أن هذه ماذا؟ رحمة. لما قال له: وتبكي يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة، من لا يرحم لا يرحم. وكذا حينما مات ابنه إبراهيم، واضح؟ وكل هذه دلائل على أن الإنسان قد يصاب
في هذا الهم والحزن. وجود الهم والحزن لا يعارض الإيمان بالقضاء والقدر. نعم. ذكرت أحسن ذلك لحيين. نعم. ألا يدخل فيه اللحيين مع الفم النظر؟ يقول ذكرت لحيه، ألا يدخل في اللحيين مع الفم النظر؟ لا، هو المقصود فيه الفم هنا، هو المقصود فيه على وجه الخصوص الفم لا غيره. لا لا، هو المقصود هنا الفم، حتى المقصود هنا هذا موضع اللحيين، هذا النازل هنا على الخد الأيسر والأيمن، والمراد به الفم هو الذي ذكره شراح الحديث، لكن النظر جاءت فيه نصوص أخرى غير هذا النص. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.